بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. النهاردة هنكمل مع بعض الامتحان 16. بيقول سالي واسي ما سال دو كلاس، ها هي غرفتي الدراسية. نو سوم افيك مدام ليا، احنا مع مدام ليا. لا بروف دو مات، مدرسة الرياضيات. الي سوبر سامبا، هي رائعة. دون ما كلاس في فاصلي إليا 25 كليف، في 25 تلميذ. شاك كليف، كل تلميذ سون أورديناتور، له كمبيوتر لاب بيرفي خاص بي، فيه لاب يعني خاص بي يعني. إليا دي بون اي دو شيز، في طبعا مقاعد وكراسي. سيغ لو ماغ، على الحائط. اون تروف ان تابلون، بنجد تابلون وار سمراء. اي ان تي ان اي، وسبوره تفاعليه. سيغ لو بيرو، على المكتب. دي بروف، على مكتب المدرسين. إليا ان جلوب تريستير، في طبعا جلوب تريستير. جلوب تريستير اللي هي الكرة الأرضية. جادور ما كلاس، أنا بعشق فصلي. سورتو خاصة لو كور دو فرونسي، حصة الفرنساوي. أفيك مدام ناتيلي. طيب دون لو تيكست، في القطعة ماريون ديكري، ماريون بيصف سا كلاس طبعا الفصل بتاعه. مدام ليا مدرسة إي المات، مدرسة رياضي. دون لا كلاس، في الفصل بيوجد طبعا 25 اورديناتور، في 25 كمبيوتر على قد التلاميذ كلهم. السؤال اللي بعده، سيغ لو بيغو، على مكتب المدرسين. بيوجد طبعا جلوب تريستير، كرة أرضية. الحوار ما بين رو بير ورامي، بيقول بونجور مونامي، أكل لسي فاتي، إلى أي مدرسة تنتزم؟ قالوا جي في أو لسي مصطفى كامل، أنا بروح مصطفى كامل في القاهرة. قالوا كيسك اليو دون تون لسي، ماذا يوجد في مدرستك؟ قالوا أون جيمناس، صالة ألعاب، دو تران، ملعبين، سي دي إي، في طبعا مكتبة للوثائق والمعرفة، جراند كور، جراند كور طبعا دو ريكري، فناء كبير للفسحة. قال له في كم فصل في مدرستك؟ قال له في 40 فصل، منظمين جدا ونظاف جدا، منظم حلوين يعني. كومبيان دو كور، كم حصة؟ تيا بارجور، عندك يوميا. قال له سيكور، يعني سبع حصص طول جور، كل يوم سوفلو لوندي، ما عدا جودي، ما عدا يوم الخميس. جي سي كور، انا عندي ست حصص، لو فوندردي اي لو سامدي، يوم الجمعة والسبت. جوني با دو كور، انا ما عنديش حصص، دول بيبقوا الويكند بتاعي. الشخصين دول ايه؟ اصدقاء طبعا. دون لوسي، في المدرسة بتاعت رامي، مدرسة رامي. إليا يوجد أون سي دي إي، في سي دي إي هناك موجودة في المدرسة. لجودي رامي عنده ست حصص، رامي عنده طبعا يومين للعطلة، دو جو دو كونجي. الجملة اللي بعدها، تي دي موند، أنت بتسأل صديقك عن الأشياء بتاعت السي دي، فبتقول له ماذا يوجد في السي دي؟ إليا كوا؟ أو تقول له كالز أوبجي إليا أو سي دي، إيه الأشياء الموجودة في سي دي؟ أنت بتسأل صديقك عن سي الوزير أوقات الفراغ بتاعته، فبتقول له ها كالسون، ما أوقات فراغه، أو بتقول له إيه الأنشطة اللي أنت بتفضل. تي دي موندا سونامي، انت بتسأل صديقك عن مكانه المثالي في الأجازة، فهو بيقول لك جي في لا مير، أو بيقول طبعا جي في شي مي جران بارو، أذهب عند جدي. انت بتسأل صديقك سوكي، مين هو عمك؟ فهو أخ والدي، سي لو فرير دو مون بير، أو هو أخو والدتي، أخو والدتي، سي لو فرير دو مون بير. الجملة الأولانية اون، احنا عارفين ان اون ده بيتصرف زي الضمير ال كده، فهناخد هنا با، نذهب المدرسة. جان ني با، الجملة منفية، يبقى حول أدوات النكرة والتجزئة إلى دو أو دو أبوستروف. طيب هنا جران مير، جران مير الجدة، هتبقى طا طبعا، مؤنث، فهاخد لها طا. إيه تون كنترول،
يعني في اي ساعة يكون الامتحان بتاعك اكلر، مش هقول له كال، مش هتنفع لان كنترول مذكر كومبيان برضو كي مش مناسبة في المعنى كام ومن. في المدرسة اليا يوجد كومبيان دوبا، كم من وبعدين حجرات الدراسية يبقى كومبيان دو. نوزا لو على باتينوار، وكلمة باتينوار ساحة التزلج والكلمة مؤنث. والدي زوي، والدي زوي هنا جمع إلى ويك اس طبعا، يبقى ياخد فعل في آخر او ان تي، بيسمعوا أغاني. في المثال كيف تكون مدرستك؟ مدرستي كبيرة. طيب أي الأيام ما بتروحش المدرسة؟ أنا لا أذهب إلى المدرسة لفندر دي يوم الجمعة. أين تذهب في عطلة نهاية الأسبوع؟ بذهب إلى الإيه؟ إلى النادي. وبعدين نتكلم عن جدول المعيد بتاعتك في المدرسة. في الامتحان رقم 17 مجدي بيقول في الأجازة أين تذهبوا أو بتروحوا فين؟ فقال له إحنا بنروح عند عمي في اسكندرية، أفيك مون فرير عمرو، مع أخويا عمرو، بروح مع اخويا عمرو. قال له اين يذهب والديك؟ قال له بابا وماما وهاله بيروحوا شرم الشيخ. كوفيتي ماذا تفعل في الاسكندريه؟ قال له جيفيدو لا ناتاسيون، انا بمارس السباحه وبلعب تنس مع اخوي. طب لماذا هاله تذهب الى شرم الشيخ؟ عشان بتحب ايه؟ بتحب تكلم السياح، تحب ان تتحدث الى السياح. عندنا في الجمله اللي قدامنا اليم بارلي افيك لي توريست. في الجمله الاولانيه طبعا بنقوله لا فامي دو هاني، يعني عيله هاني كم شخص؟ سان بيرسون، طبعا خمس اشخاص مش اربعه، مش كاتر، هم خمسه. طيب هاني ايه عمرو؟ هاني وعمرو دي فوق غلط. هاني وعمرو طبعا بيكونوا ايه؟ اخوات طبعا، دي كوبا. هاني وعمرو بهذا مع اخوي، يبقى هم اخوات. حل القطعه دي، حللها غلط. ماشي اوكي. ان فاكانس في الاجازه، هلا با، هلا بتذهب الى شرم الشيخ، هلا ايم بكو، هلا بتحب كتير للونج اللغات، طبعا دي صحيحه. سيما فامي انها عائلتي. فبيقول جون فرير انا عندي اخ واخت، ومون فرير سابيل ارثر، ماسيغ اختي بتسمى ماتيلد، ومون جرون بير سابيل انطوان، وجدي انطوان، وسون بوز زوجته بتسمى ادلين، مون بير والدي بيسمى لوكا، والدتي اسمها لوري، مون بير والدي عنده اخت السابيل لوسي، وعمي وعمتي عندهم طفلين اورولي ومارتين. ايموا وانا بقى جومابيل سابستيان. سابستيان وارثر بيكونوا ايه؟ طبعا سابستيان وارثر بيكونوا اخوات طبعا. لا فامي، لا فامي عيله سابستيان عندها سان بيرسون، خمس اشخاص طبعا. اورولي وسابستيان دول بيكونوا كوزا. اللون اللي بعدها لوسي، والده مارتين، صح؟ مارتين. طيب هنختار الاجابه الصحيحه. تيري موند، انت بتسال صديقك عن ميعاد، عن الساعه، عن الساعة هنا، ماذا هو يقول؟ فهو هيقول طبعا الساعة منتصف الليل أو الساعة 8 وربع. طيب تونامي، صديقك بيسألك أن تصف شكلك البدني، فأنت بتقول له أنا عندي أنف صغيرة، أو بتقول له طبعا عينيا بتكون جرو ضخمة شوية. تونامي، صديقك بيسألك على البريمير جور دو لا سومان، عن أول يوم في الأسبوع، فماذا أنت تقول؟ طبعا اول يوم في الاسبوع عندنا السبت اون ايجيبت، ولوندي فرنسا، السبت في مصر ولوندي في ايه فرنسا. تي بارلو دو سيلف سيرفيس، انت بتتكلم عن المطعم، فبتقول ده كانتين سكولير، او بتقول ده ريستورون سكولير، مطعم مدرسي او مطعم مدرسي برضه. في 11 لف لو فرونسي، الفرنساوي بيكون مادتي المفضله، يبقى ماما تيير بريفيري ما، لان هنا ما لي عشان مؤنث، الوحيد المؤنث هنا ما، نو جامع وسي جامع وطن ده طبعا مذكر. ميكو بين صديقاتي بيكونوا لطاف، خدنا جمع مؤنث طبعا لان هنا صديقاتي او زميلاتي. فوالا لا كور دو ريكري، كور يعني فناء، وكلمه مؤنث طبعا، وما ننساش لو ضفنا لها حرف اس بيبقى معناها حس. ضمير التوكيد بتاع جو هو موا طبعا، فهختاره على طول. اللي بعدها اونا، احنا عندنا رياضيات النهارده، افوار زائد ماده دراسيه، او افوار زائد كور طبعا لابد اخد بالي منها.
قال له بورلير لكي أقرأ، فهنا هاخد بوركوا طبعا. في الجملة اللي بعدها مافوازين جارتي بتكون هختار حاجة مؤنس، مش لاقي أنا مؤنس، ده في جمع ومذكر بس شتات، ينفع مذكر ومؤنس. بالنسبة طبعا للإيميل اللي قدامنا، في أي ساعة بتذهب المدرسة؟ بس الساعة 8. طب عندك كام حصة؟ عندي 8 حصص يوميا. طب بروحش المدرسة يوم الإيه؟ الجمعة. في الامتحان رقم 18 مكتوب بوركوا أليفو أو سي دي إي، لماذا تذهب إلى السي دي إي؟ فجانا قالت أنا بذهب سي دي افيك مون امي مع صديقتي فريده عشان نعمل الواجب. اما شادي فبيقول بور موا بالنسبه لي انا بحب اتصفح على الانترنت، بور شيرشيغ ديز انفورماسيون للبحث عن معلومات، اما ميرنا بتقول موا جي بيزوان دو ديكسيونير بحتاج لقاموس، بور ترادوير ان تيكست لترجمه نص اون فرونسي بالفرنسي، وجيم لير لماجازين دي مود وبحب قرايه مجلات الموضه. الوثيقه دي بتكون بحث او تحقيق لانه اوجه سؤال واكثر من شخص اجاب على السؤال ده. جانا وفريدة بيعملوا الواجب في السي دي اي. طبعا في السي دي اي ميرنا بتبحث عن قاموس، شادي طبعا بيتصفح على الانترنت، بور شيرشير عشان يبحث عن ديزانفورماسيون معلومات. في القطعة الثانية بيقول مي فواسي، ها هو أنا جو مابيل لوك، أنا اسمي لوك، بسكن مع عائلتي في مارسيليا، والدي بيكون طبيب ووالدتي بتكون مدرسة مدرسة إيطالي، أختي طبعا سوفي وهي عندها 11 سنة، وإحنا بنكون توأم، أون ساتون بيان، إحنا متفاهمين كويس، أخويا بول عنده 5 سنين، أنا بحب كتير عائلتي وأعتقد إن هي عائلة، إن العائلة مهمة جدا بارسكي لأنها بتدي الأمان. طيب العيلة دي 5 بيرسون، 5 أشخاص. طب لوكا عنده 11 سنة زيه زي أخته طبعا، هما الاتنين توأم، الأم بتاع لوكا بتشتغل في المدرسة طبعا مدرسة إيطالي، ولوك بيسكن مع عائلته طبعا في القطعة دي. بعد كده بيقول جدك بيكون رياضي، فأنت بتقول إليه ديناميك هو حيوي، أو بتقول كمان هو بيمارس 3 ألعاب رياضية. صديقك بيحب كتير القراءة، فأنت بتقول هو بيروح السي دي إي أو بيذهب إلى المكتبة. أنت تريد أن ترسم خريطة لبلدك، فبتقول أنا محتاج لأطلس طبعا، أو أنا هبحث عن جلوب تريستير الكرة الأرضية. تونا مي صديقك تشيديو موند بيسألك إيه هي الباسكت، فأنت بتقول له دي لعبة سيتان سبورت، أو سيتان أكتيفيتي سبورت، ده نشاط رياضي. مونكو با ايه صديقي بيكون طبعا، وأنا بتكلم عن صديقي فأنا بتكلم عن مذكر، فنرفو طبعا عصبي هي المذكر الوحيدة اللي هنا. ليزي ليف التلاميذ، وأنا نو زالو أولوسي، نحن نذهب إلى المدرسة. سيتون ليفر، ده كتابك، يبقى الكتاب ده بتاعك أنت. توا، لأن ما فيش سؤال وإجابة. طيب كيير جامع مذكر، يبقى هناخد كيل. جوفي شي مون لسي، أنا بذهب إلى مدرستي، لأن اللي بتاخد حرف الجر أ وأتباع طبعا اللي هم المدغمين مع الأماكن، وشي مع العاقل. إلي أونزيري ديمي طبعا، ونص ديمي ونص. طب ليه احنا استبعدنا الحاجات دي؟ طبعا دي مذكر مستبعدة، فما ينفعش يجي معاها ايه. ديمي طبعا هي صحيحة لان بعد ايه ديمي بتبقى مؤنث. لوكر ما تنفعش طبعا لان لو ما بتجيش مع واي بتيجي مع الا. طيب فوزافي، وبعدين كومبيان دو كور، يعني انت عندك كم حصة. في الجملة اللي بعدها طبعا ايه اليوم اللي انت بتحبه؟ بحب يوم الاثنين. طب انا عشان ايه؟ عندي فرنساوي. طب بتروح فين في المساء؟ بذهب الى السينما. الامتحان رقم 19 زي ما احنا متعودين، محلول قدامكم، هنعمله هنراجعه سريعا طبعا. القطعة بتاعت القطعة التانية برضو هراجعها بعناية، شوف لو في حاجة برضو ملحوظة. وصف الفصل ووصف السي دي اي من الحاجات المهمة جدا عندنا، وصف الشخص خاصة من الناحية البدنية، الحاجات دي مهمة جدا لانها بتتكرر. نراجع الامتحان بعناية، ولو في اي ملحوظة نكتبها في الكومنت عندنا على اساس نبقى مدركين كويس الجمل ماشية ازاي. ده برضو حل الايميل، وميرسي بورفو، منتظركم طبعا، وما تنسوش العيدية هتعيدوا عليها ازاي. بارفار.